اللهم كن لأهلنا في الغوطة، اللهم إنك ترى حالهم وترى دماءهم وتسمع بكاءهم وترى بلاءهم، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا، اللهم كن لهم قائدا وظهيرا، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم ارفع عنهم ضعفهم، اللهم اجمع على الحق كلمتهم، اللهم قوهم على عدوك وعدوهم، اللهم أيدهم بجند السماء بقدرتك وبجند الأرض بعظمتك، اللهم ثبتهم على دينك، أقر الإيمان في قلوبهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اكف الأيتامهم، اللهم ارحم أراملهم، اللهم كن لهم نصيرا إذ قل النصير، اللهم كن لهم نصيرا إذ قل النصير، اللهم إن بأهلنا في بلاد الغوطة في سوريا إن بهم من البلاء والهم والغم ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم فارفع عنهم بأسهم، اللهم اكشف عنهم بلاءهم، اللهم ارفع عنهم مصيبتهم، اللهم كن لهم مؤيدا يا قوي يا عزيز، اللهم أنزل عليهم رحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم أنزل عليهم رحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم أنزل عليهم رحمتك التي وسعت كل شيء، يا حي يا قيوم يا رب العالمين، اللهم استجب دعاء الضعفاء، اللهم استجب دعاء المساكين، اللهم استجب دعاء المرضى والمصابين، اللهم رحماك بالأيتام، رحماك بالأرامل، رحماك بالجرحى، رحماك بالمصابين، رحماك بالمشردين، اللهم كن لهم يا حي يا قيوم، اللهم أرنا في من ظلمهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا في من ظلمهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا في من ظلمهم عجائب قدرتك، واشف صدور قوم مؤمنين، اشف صدور قوم مؤمنين، اشف صدور قوم مؤمنين يا رب العالمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا نشكو ضعفنا إلا إليك، اللهم لا نشكو حالهم إلا إليك، ولا نعتمد في كشفه إلا عليك، فيا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا قوي يا عزيز، يا من يبدأ بالنعم قبل استحقاقها.